عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة قطر، حيث التقى الفريق أحمد خليفة خلال الزيارة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أسفرت عن توافق الرؤى حول تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه الأمن القومي في المنطقة وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك لمجابهة تلك التحديات. وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم استقبال رسمية عقبها عقد اللقاء مع الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وذلك على هامش الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية القطرية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وتناول اللقاء الإشادة بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج في مختلف المجالات العسكرية، كذلك مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقطرية. ومن جانبه أكد الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة. وعقب اللقاء قام رئيس أركان القوات المسلحة لكلا البلدين بالتوقيع على محضر الجلسة الختامية للجنة العسكرية المصرية القطرية في اجتماعها الثاني، ثم قام بزيارة لكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، واستمع خلالها إلى شرح تناول الإمكانيات المتطورة للكلية ومنظومة إعداد وتأهيل الطيارين القطريين وفقاً لأحدث منظومات التدريب. كما قام بزيارة لأكاديمية الخدمة الوطنية، وتم خلال الزيارة استعراض دور ومنظومة العمل بالأكاديمية التي تعتمد على اتباع الأساليب العلمية في إعداد وتأهيل الشباب القطري للالتحاق بمختلف مجالات الخدمة الوطنية القطرية. حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقطرية.